بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف العرباوي النائب الاول لرئيس جماعه تيستوتين سياسه فك العزله اثناء جهه الشرق وبشاركه مع جماعه تيستوتين. الحمد لله جماعه تيستوتين تستافد حوالي 15 كيلومتر ذي تزفيت بعض الطرق داخل الجماعه وتغطي تكلفه ماليه مليار ونص وتغل اشغل الناس حوالي 10 اشهر ونهار ما مشيت ورا مارق غنغدي المرحله الاخيره الاشغله وهو عمليه التزفيت النهائيه وتغاسج الصدى ضم قران وتغاسج الايجابيه ضم قران على السكينه وتغني جن فك العزله الاضافه المشروعه اضافه المشروع تغاسج جماعه جهه الشرق بعدا وهو فتح المسالك الطرقيه داخل الجماعه. والحمد لله الجماعه الزودين تستفد حوالي 187 كيلومتر على مرحله ثلاث مراحل وثقما بالمرحله الاخيره الذي سنستفد ان شاء الله الجماعه. وفيما يخص الايجابيه المنايا وهو انه نهار ويقيم شاغ وينو يقيم شاغ صعوبه النير التنقل سي المركز الجماعه الدواوير وكذلك سي الدواوير غير الجماعه وكذلك محاربه الهدر المدرسي انه تغني جن صعوبه التنقل باش تنقل التلاميذ تنقل سي سي سي, سي الدواوير غير المركز. ولكن خو الحمد لله بفضل مجهودات السيد الرئيس محمد المولي وفضل مجهودات المجلس الجماعي الزودين وفضل مجهودات جهات الشرق يتوغاس جن الشارك ضم قران لإنجاح المشاريع. والحمد لله نهار كسكينة وكمجتمع مدني جند ذي الزودين غار سني نظرة مستقبلية أنه غادي لنا تستفد الدواوير الأخرى يتغي استفد الدواوير ذي كشطر أول استفد الدواوير يذكر بعد ذي التصريح وذني المرحلة الثانية تشمل كذلك الدواوير نظنير يقيمن باش تيري يجن التغطية شاملة غي الطرق يجن ذي الزودين. من برانش كار جميع المساهمين دي المشروع لا جهة الشرق ولا رؤساء المصالح الأخرى بالخصوص توجه الشكر باسمي ونيابة على أعضاء المجلس الجماعي الزودين وكذلك رئيس السيد محمد المونير السيد رئيس جهة الشرق يشنج الأهمية تم قرنتي البرنامج فك العزلة وعلى مستوى جهة الشرق وبالخصوص للجماعة الزدودين بحيث أنه الجماعة الزدودين تدور تعتبر نموذج في جهة الشرق في برنامج فك العزلة على المستوى القروي. وشكرا.